عودة لعشرة صبح الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. أولى فقراتنا الحوارية هنتكلم فيها عن رياضة الانزلاق أو السكيت، وكنت بقول لحضراتكم في مقدمة حلقتنا النهاردة بنشوف في الفترة الأخيرة وبوفرة في كل الشوارع المصرية ولا سيما في منطقة وسط البلد، وعايز أعرف إيه سر المنطقة دي بصفة خاصة. بنشوف دايما كتير من الشباب والشابات وحتى الرجال والسيدات بالباتيناج بتاعهم وعاملين يعني حاجة عظمة على عظمة. الحقيقة الرياضة دي طول عمرها كانت موجودة في مصر، بس في أوقات اختفت فيها شوية ورجعت في الفترة الأخيرة ورجعت بقوة كمان. تعالوا بقى نتكلم أكتر عن هذه الرياضة وعن تفاصيلها وعن قوانينها مع كابتن محمد إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للانزلاق للهواة. يا صباح الفل على حضرتك. صباح النور يا كابتن كريم. اخبار حضرتك ايه؟ كل تمام يا فندم؟ الحمد ايه سر منطقه وسط البلد وكورنيش التحرير، كورنيش النيل بالتحرير بالذات؟ هو حضرتك انا من وجهه نظر انا برضو الشخصيه ان المنطقه دي في شبكه طرق دلوقتي في مصر، شبكه طرق جميله جدا ممهده، الطرق كلها ممهده. منطقه وسط البلد فيها طرق كتير ممهده جدا، وبجانب ان اغلبيه الشباب اللي بيمارسوا اللعبه دي بيبقوا دايما من وسط البلد، لا اما من الزمالك من مهندسين، فبيمارسوا دايما المنطقه دي بتاعتهم يعني. بجانب ان المنطقه دي من زمان جدا سنه 1940 تقريبا كانت بدايه انتشار اللعبه، كانت في منطقه الزمالك، يعني اغلبيه الاجانب والمصريين القدامى كانوا بيحبوا يمارسوا اللعبه دي كهوايه يعني. طبعا ابتدت سنه 1958 يتشهر لها اتحاد، واول لعبه اتلعبت في الاتحاد كانت لعبه الهوكي، هوكي الانزلاق. اوكي. هوكي الانزلاق دي عباره عن فرقتين، خمس لعيبه قصاد خمس لعيبه، اربعه وجون، ولعبه على فكره جميله جدا، وكانت اول لعبه في الاتحاد فيها منافسه جامده جدا، عصايه والكوره وازاي يجيب جون في المنافس، ولعبه حماسيه جدا. اكيد. طبعا. بعد كده ظهرت لعبة السبيد اللي هي السرعة. لعبة السرعة دي هي لعبة عدو، بس عدو بالباتيناج. اوكي. خط بداية وخط نهاية وزمن ومسافة بيقدر سباق بمعنى بتعرف عليه. بالظبط. عندنا مسافات لحد 15,000، وفي ماراثون بيوصل لحد 45 كيلو. اوكي. أنا عايز أقف مع حضرتك عند تفصيلتين. أولا فيما يتعلق بالاتحاد، أنا وأنا بذكر التايتل بتاع حضرتك بالاتحاد ذكرت في الاخر ان هو الاتحاد المصري للهواه. هو الاتحاد مش غريبه دي ولا انا فاهم غلط؟ لا حضرتك فاهم صح. الاتحاد المصري للانزلاق للهواه. لان زي ما قلت لحضرتك في الاول ان اللعبه دي في بدايتها خالص من قبل ما يتم اشهار الاتحاد كانت لعبه هواه. ناس اوكي، بس مش المفروض مع اشهار الاتحاد يتحول الامر لانه يكون اتحاد بالمحترفين؟ حافظنا على الاسم علشان هو الاسم لسه زي ما هو، يمكن في المستقبل زي ما حضرتك بتقول نبتدي نغير الاسم، بس احنا الاسم العربي ثابت، الاسم الانجليش اتحول بقى ايجيبت سكيت. أوكي. بقى زي الاتحاد الدولي. اصل يا فندم الشباب والشابات اللي انا بشوفهم في منطقه وسط البلد بالباتيناج والسكيت بتاعهم، انا ما اعرفش هم بينتموا للاتحاد ولا لا، يعني قد يكون مثلا منهم من لا ينتمي اصلا للاتحاد، لكن انا بشوف كل اشكال الاحترافيه بيعملوا اكروبات يا فندم في الشوارع. يعني كل اشكال الحركات حتى البهلوانيه بيعملوها، فايه ده؟ هو اللعبه دي فيها يعني بتطلع طاقه الشباب. انا شايف يعني من وجهه نظري ان طاقه الشباب واحساسهم بالحريه، ان انت تحس ان انت يعني الباتيناج، حذاء الباتيناج هو جزء لا يتجزا من جسمك. أيوة. فانت تعتبر ما فيش حاجه منعاك ان انت تجري وتطير وتنط وبتاع، فاحساس الحريه والانطلاق دي موجوده دايما حتى في شباب المصريين. في منهم يا فندم لو في عربيه مثلا ربع نقل تلاقي واحد منهم انا مش حابب طبعا ده جزء خطير في الموضوع. بس يعني هو فعلا انتشرت وانتشر بشكل كبير قوي في الفتره دي. وزي ما انا قلت لك انطلاق، احساس بالانطلاق والحريه، انت ممكن تجري على سرعه 60 كيلو بالباتيناج. احساس الطاقه اللي بتطلع من الشباب، الطرق اللي بتساعد، الطرق بصراحه شبكه الطرق كويسه جدا، الطرق كلها ممهده مسافلتها، فبتساعد الشباب على اللعب يعني. طب احنا ليه معتمدين على وجود شبكه طرق مميزه عشان الشباب يمارسوها؟ طب ما فيش اماكن تانية ممكن تبقى اكثر امنا بالنسبه لهم؟ لان برضو مهما كان الامر ما يخلاش من وجود مطب هنا. مزبوط. حفره هنا. مظبوط مظبوط كلام حضرتك مظبوط. احنا كاتحاد طبعا احنا على قد الامكانيات المتاحه بنقدر ان احنا نوفر ملعب، يعني مثلا احنا حاليا بنعمل بطولاتنا لا اما في استاد القاهره في الصاله بتاعه الدرجات، لا اما في ملاعب تكون ملعب كره القدم يكون متسفلت. في ملعبين في مصر بنلعب عليهم، ملعب نادي العبور وملعب نادي ايروسبورت.
ملعبين مسافلتين، الملعب كره قدم عادي بس حوالي متسافلت. هو ده اللي بنعمل عليه بطولاتنا طول السنه. احنا بنعمل حوالي لا يقل عن 15 بطوله في السنه، منهم السرعه ومنهم الهوكي. الهوكي احنا عندنا في كذا نادي ملاعب هوكي 20 في 40، الملعب مش محتاج الا بلاط 20 متر في 40 وتكون متبلط وحوالي سور عشان تقدر ان انت تمارس فيه لعبه الهوكي. طب ده احنا بنقول ان في الفتره الاخيره في مصر طفره فيما يتعلق بالبنيه التحتيه رياضيا، يعني البنيه التحتيه الرياضيه، فمن باب اولى يبقى في مضمار، لان انا بيتهيألي ان انتم متطلباتكم في الحاله دي مش كتير. ليه ما يكونش في مكان مخصص للفعاليات للتدريبات للمعسكرات للمسابقات المختلفه؟ والله يا فندم احنا بنخاطب الوزاره، ويعني معالي الوزير مش بيتاخر علينا في حاجه. احنا محتاجين فعلا زي ما حضرتك قلت، احنا محتاجين تراك 200 متر نقدر ان احنا حتى ندعو الاتحاد الدولي ان يجي يعمل بطوله عالم عندنا. احنا محتاجين فعلا التراك ده، واحنا بنسعى وبنتعامل، وربنا يسهل من خلال قناه حضرتك يجي اي سبونسر يقدر ان هو يدعم الاتحاد. جميل. هل في خطه معينه انتم شغالين عليها تشمل فكره الوصول للموهوبين اللي موجودين في المدارس مثلا في محافظات مصر المختلفه، في الكليات في المعاهد؟ يعني في تعاون بين وزاره الشباب والرياضه وبين حضراتكم في الاتحاد وبين وزاره التربيه والتعليم او الجهات المعنيه اللي ممكن تدخل في اطار الاتفاق ده لو اتعمل؟ هو في خطه بس هي ماشيه ببطء شويه، يعني احنا حاليا ابتدينا نتواصل مع وزاره الشباب والرياضه قطاع الرياضه ان احنا نعلن في 7 محافظات، هنعمل مشروع في 7 محافظات طبعا في مراكز الشباب اللي تابعه للوزاره، ان احنا نقدر ان احنا نعمل معسكرات جوه مراكز الشباب، نوفر لهم مكان 20 في 40 ممهد انه يلعب فيه كنوع من بدايه ان احنا نطلع الموهوبين من خلالهم. احنا في الفتره الاخيره قبل بطوله افريقيا للفريستايل، الفريستايل دي لعبه جديده ما دخلتش لسه جوه الانديه بشكل كامل، ابتدينا ان احنا نعلن للموهوبين اللي في الشارع زي ما حضرتك شفتهم ان احنا نعمل لهم اختبار، وجبنا حد من بره. هتلاقوا فيهم نجوم في الفريستايل فعلا. احنا طلعنا منهم منتخب، والمنتخب حصل على المركز الثالث، ودي حاجه يعني اول مره تشارك في بطوله رسميه افريقيه في مصر بموهوبين اللعب الحر. انا عايز اقول عليه اللاعب الحر اللي لا ينتمي لنادي، بيتدرب بنفسه، هو اللي بيدرب نفسه بنفسه، وقدرنا ان احنا نحصل على المركز الثالث. فما بالك لو الناس دي اتدربت بقى كما ينبغي هيحصل ايه؟ والله يا فندم هو كل اللاعبين في مصر بيعتمدوا على نفسهم في التدريب. نتمنى ان احنا نوصل للاحترافيه زي ما حضرتك بتقول، وان شاء الله ان شاء الله احنا حققنا حاجات كويسه في الفتره اللي فاتت على قدر الامكانيات المتاحه. بصراحه عندي حاجه كده يعني خطرتي على بال، مش عارف ايه امكانيه تنفيذها او جدواها بالنسبه لكم، واعتقد هي مجديه في نهايه المطاف، فكره اللي يبقى في تعاون ما بينكم وبين وزاره السياحه تحديدا لعرض واستعراض الجمال اللي موجود في مصر من خلال كاميرا مثبته على خوذة حد من اللعيبه دول مثلا لابسها، او حد بيصوره وهو بيطير بالسكيت بتاعه في مكان خلاب من الاماكن الخلابه الكثيره اللي موجوده في مصر، نستعرض جمال بلدنا من خلالهم، وفي نفس الوقت وبشكل غير مباشر نبقى القينا ولو شيء من الضوء على هذه الرياضه وعلى ممارسيها في البلد. عظيم. حضرتك انا برضو من خلال القناه احنا بنعلن عن يوم 12/1 في بطوله عالميه في الاقصر تحت مظله هيئه تنشيط السياحه وزاره السياحه. هي اصلا البطوله دي سنويه بتتعمل كل سنه للجري وعلى هامش البطوله طلبوا مننا ان احنا نجيب لهم فريق او ندعو لفريق يدخل سكيت مع الجري. وهتبقى اول بطوله، واتمنى ان شاء الله انها تنجح، وهتبقى دي فعلا الباب اللي هيوصلنا باذن الله للي حضرتك بتقوله، التعاون بشكل مباشر مع جهات السياحه ان شاء الله لنشر اللعبه، لان عندنا اصلا في العالم كله هم عايزين يجوا يعملوا ماراثون عندنا عند الهرم، وده ان شاء الله خطه باذن الله ننفذها في القريب العاجل ان شاء الله. طيب متطلبات اللي لازم تبقى متوفره في اي بني ادم عشان يصلح لممارسه هذه الرياضه؟ والله ما فيش اي متطلبات غير حاجه واحده بس، يعمل كشف طبي ان هو لائق طبيا انه يجري، ويكون اكيد الوزن برضه دي عامل ولا ايه؟ والله يا فندم ابدا، يعني هو لو يقدر يتوازن ويقدر يبقى متزن على السكيت بتاعه وبيحب اللعبه هيقدر ان هو يأدي فيها.
طبعا يعني اكيد هو لما يحس ان هو ابتدى يمارس اللعبه هو من نفسه بينزل جسمه للمستوى المطلوب. ممكن يبقى حافز لوحده طبعا. بالظبط بالظبط بالظبط. اوكي. اخر بطولات تم تنظيمها في مصر او اللاعبين الموهوبين المصريين شاركوا فيها بره مصر كانت ايه؟ في بطوله في شهر 10/22 شاركنا في بطوله العالم للسرعه. يعني كانت فين يا فندم؟ كانت في ايطاليا. اوكي. وان شاء الله السنه دي برضو في بطوله عالم في ايطاليا. بطوله العالم في ايطاليا احنا حققنا مركز 11، ودي حاجه يعني احنا 45 دوله بيشاركوا في فعشان نوصل للمركز ال 11 من بعد ما كنا في واللي شاركوا مين بقى؟ ناس بيمارسوا الرياضه دي بشكل نظامي تابعين للاتحاد ولا موهوبي الشوارع؟ انجاز التعبير. منتخب رسمي. منتخب رسمي. منتخب رسمي. أوكي. منتخب مصر طالع بيمثل مصر. كابتن شهد حققت المركز ال 11، وفي كابتن فريده حققت مركز ال 15 في ال 15 كيلو، واول مره ان احنا نحقق مركز في المسافات الطويله. جميل. احنا وحضرتك بتتكلم احنا شايفين صور على الشاشه، اعتقد ان فيها كمان اللي هو الهوكي اللي حضرتك اتكلمت عنه من شويه. ده الهوكي. احنا حصلنا على المركز الثاني وتاهلنا لبطوله العالم في ان شاء الله في شهر 10 الجاي. ده المنتخب بتاعك؟ ده منتخب مصر. اوكي. منتخب مصر العمومي و19 سنه، وحصلنا على المركز الثاني في العمومي والميداليه. وشايف ثلاث كؤوس كده ما شاء الله منورين. حصلنا على المركز. احنا الحمد لله رب العالمين عملنا انجاز في الفتره القصيره الاخيره، انجاز يعني ان شاء الله غير مسبوق. طب حضرتك شايف يعني مستقبل الرياضه دي في مصر عامل ازاي او ممكن يوصل بينا لفين؟ احنا حاليا يا فندم في يعني الرسم البياني كيرف طالع على طول ان شاء الله طالع لفوق. أنا شايف إن في المستقبل الرياضة دي هتبقى ليها شأن عظيم، لأنها رياضة بسيطة وفي نفس الوقت محفزة وبتطلع طاقة الشباب اللي نفس أي حد إنه يطلعها، إنه يحس إنه منطلق بيجري، مفيش حاجة منعاه إنه هو ينطلق في الشارع حتى زي ما حضرتك شفت في وسط البلد. تاني الرياضة دي متطلباتها يعني المادية ممكن تبقى أقل بكتير من غيرها، أعتقد إن الموضوع محصور إلى حد كبير في البتن في الحذاء مش كده؟ الحذاء يعني زي أي رياضة في الدنيا بيبقى فيها نوع من التكلفة. بتبتدي التكلفة ممكن تبقى من 1200 لحد 20,000 جنيه كباتيناج. الباتيناج اللي هو بسعر ال 20,000 جنيه ده باتيناج المحترفين بقى. الباتيناج التعليمي وكده ممكن يبقى في حدود 1200 او حاجه. جميل. في مخاطر معينه ممكن تبقى يعني تقابل اي حد بيمارس هذه الرياضه؟ هو كل الالعاب معرض للاصابه بطبيعه الحال. هو كل الالعاب فيها نسبه مخاطره. لعبة السكيت لو هو قدر ان هو يلبس الحماية اللازمة كخوزة كوع او للركب بالظبط الركب كده، وقدر ان هو يلعب في الاماكن اللي مش خطرة ويكون يعرف امكانيات نفسه، يعني كل واحد بيقدر يعرف امكانيات نفسه، انا قادر اتزاني قوي ولا اتزاني لسه مش قد كده، فما خطرش ان انا العب رياضه وانط من فوق حواجز الا لما احس ان انا وصلت للمستوى المطلوب. يعني احنا في دردشه سابقه مع حضرتك في الفاصل قبل ما نطلع على الهواء كنا بنتكلم وحضرتك ذكرت لي ان في انواع معينه من هذه الاحذيه بيتلعب من خلالها منافسات بعينها مش موجوده عندنا منها في مصر زي الايس سكيتنج مثلا والحاجات دي. الايس سكيتنج دي ده اتحاد تاني خالص. اتحاد مستقل. اتحاد مستقل ما نشعر بيه. انما احنا الاتحاد بتاعنا هو السكيت اللي هو بالعجل. العجل احنا في نوعين من العجل، اما اربع عجلات لا اما عجل صف واحد. مظبوط. العجل الاربع عجلات ده بيتلعب بيه الهوكي وبتلعب بيه الفريستايل. الفريستايل ممكن لو انا كنت بعت حاجات في بطوله العالم فقرات صغيره كده في بطوله العالم كانت في ايطاليا برضو. اوكي. بناتنا عملوا برضو تمثيل مشرف هناك كانوا اربعه لو اتعرضت دلوقتي. الباتيناج اللي هو الخط الواحد ده بتاع السرعه ده بتاع السبيد. اوكي. بالنسبه تكلفتهم غاليه يا فندم؟ هو والله حضرتك زي ما قلت لك بنوصل مثلا من 1200 اللي هو التدريبي العادي بيتدرب بيه لحد ممكن يوصل ل 20,000 جنيه لو خلاص هيمارس بقى ويطلع يسافر بره ويمارس اللعبه بشكل احترافي. والاتحاد بيوفر بقى الحاجات دي ولا اصل ليه بسال حضرتك السؤال ده؟ لان في بعض الاحيان ومش بعض الحقيقه وفي كتير من الاحيان بنلاقي ان في متطلبات
رئيسية طبيعي جدا هي ممكن تكون متوفرة للاعبين، وللأسف نتيجة ضيق ذات اليد زي ما بيتقال مفيش إمكانيات تسمح بكده. فأنا متخيل إن لو الأحذية دي تم توفيرها بوفرة دي لوحدها ممكن تبقى عنصر جذب لأبطال مستقبليين جدد بس ما عندهمش القدرة المادية إن هم يشتروا مثلا حذاء من دول بالقيمة دي. والله أنا ما أضحكش على حضرتك، الإمكانيات الاتحاد بتعتمد اعتماد كلي على البطولات، فما بيبقاش عندها القدره انها تقدر تغطي اللي حضرتك بتقوله. لكن احنا في الفتره الاخيره قدرنا نتعامل مع شركتين رعاه قدروا ان هم يوفروا للاوائل العجل المعدات اللي ممكن تستخدمها في الباتيناج. يعني العجل الحذاء نفسه بيبقى له عجل، بيبقى له هيكل، وبيبقى له مفاتيح بيقفل بيها ويفتح فيها، فقدرنا ان احنا نعمل الكلام ده كنوع من انواع التحفيز للبطوله. ده اللي قدرنا عليه، ونتمنى ان شاء الله يجي راعي اقوى ويقدر يوفر باتيناج للاوائل، ويبقى زي ما حضرتك قلت يبقى الاول ياخد باتيناج هيحفزه ان هو يوصل أكيد. ونقدر نوصل للموهوبين. مين اسياد العالم في الرياضه دي واحنا فين منهم؟ كولومبيا هي اسياد العالم بالنسبه للعبه السبيد. اوكي. ايطاليا بقى وفرنسا وكده دي لعبه الهوكي. احنا فين منهم؟ احنا رقم 11 على العالم في السبيد، احنا رقم 2 في افريقيا. لسه احنا ان شاء الله في بطوله العالم السنه دي بنعمل اعداد جامد جدا للهوكي ان احنا نقدر نوصل ونقدم نفسنا خطوه لقدام. بالنسبه برضو للسرعه بنحاول نقدم نفسنا ان شاء الله خطوه لقدام. فري ستايل يعني نتمنى ان احنا نشارك السنه دي في بطوله العالم ونحقق فيها مستوى لاول مره لان احنا ما شاركناش فيها قبل كده. بعيدا عن الاحترافيه، هل في اي فرصه ان الرياضه دي تبقى بتمارس بشكل شعبي وتبقى اقرب لتسميتها بنمط حياه؟ هي حاليا يا فندم بتمارس بشكل شعبي، يعني النهارده في جميع الكومباوندات الولد او البنت بياخد الباتيناج بتاعه وبيروح يجيب حاجه من سوبر ماركت او كده من جوه الكومباوند، بتبقى وسيله مواصلات. يعني عارف زي ايه حضرتك مع الفرق طبعا زي مثلا ما في هولندا كده. أيوة أيوة. الدرجات الهوائيه العجل يعني ده نمط حياه عند الشعب كله. الباتيناج افضل ليه بقى؟ لان الباتيناج ما بشيلش هم ان انا هسيبها فين طبعاً. العجله هسيبها في مكان مخصص واربطها باتيناج انا بطبقه وبحطه على الشنطه على كتفي وبطلع طبعاً. اعمل مشواري وانزل البسه تاني في الشارع وامشي، فهو وسيله افضل من العجل حتى تخف زحمه العربيات بالزحمة. اللي خانقه الدنيا. انا نفسي بس يتعمل لهم اماكن مخصصه في الطرق زي ما كان زمان العجل ليه مكان مخصص محدش بيدخل فيه الا العجل. دي العجل جنب الباتيناج هتبقى الامور اسهل بكتير اما يمشي في وسط العربيات، وربنا يستر على اولادنا يا رب. عموما اللهم امين، وبتمنى لحضراتكم كل التوفيق في الخطوات اللي انتم يعني هتاخدوها الفتره اللي جايه ان شاء الله، وسعيد ومتشرف بوجود حضرتك معانا. نورتنا. انا اكتر يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بقى نتكلم باستفاضه عن مشوار النادي الاهلي في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه في ثاني واخر فقرات الحواريه. خليكم معنا. انك تكون ثالث العالم للمره الرابعه ده حدث جلل يا حضرات، ده انجاز كبير يستحق الوقوف امامه يعني تامله ومحاوله تحليله املا في تكراره وكمان تخطيه فيما هو قادم ان شاء الله، وان كانت اكيد المهمه هتبقى صعبه جدا بعد كده. عشان كده الاهلاويه يعني ايه هنقول فرحتهم منقوصه الى حد ما، لان فعلا احنا شفنا من رجالتنا في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه ما يرضينا وما رفع سقف طموحاتنا وتوقعاتنا، وكنا حابين اكتر ان احنا نشوف لعيبه النادي الاهلي في الماتش النهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. وتاني نرجع ونقول الانجاز اللي حصل ده مش شويه حضرات باي حال من الاحوال. تعالوا نتكلم عن مشاركتنا في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه وباستفاضه طبعا شفنا من خلال ملحمه كرويه ما يؤدي الى ان احنا عندنا كتير من التفاصيل وكتير من النقاط لازم نقف عندها ونحللها ونحاول نتاملها، وده اللي هنعمله مع ضيفي العزيز اللي منورنا ومشرفنا في حلقتنا النهارده الناقد الرياضي الاستاذ عبد المنعم فهمي. صباح الفل عليك، سعداء بوجودك معانا ومنورنا. صباح الفل، اخبارك انت ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اكيد الحاله المزاجيه والمعنويه حلوه بعد الانجاز اللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا، وان شاء الله احنا بصدد يعني تكراره في اليومين ثلاثه الجايين. ناس كتير من الاهلاويه على فكره بيقول لك ما معنى ايه، احنا عايزين اللعيبه وهم راجعين في طريقهم للقاهره يعدوا على الامارات ياخدوا كاس السوبر معاهم وهم جايين جنب الميداليه البرونزيه. توقعاتك ايه بقى ان شاء الله؟ توقعاتي لا، هو الاهلي صعب ان حد يتوقع ان هو ما يفكرش في بطوله وما ياخدش بطوله،
الاهلي دايما معودنا من واحنا صغيرين بنشوف مباريات كرة القدم، حتى لما كانت الفرق العالمية بتيجي كان الاهلي ما بيسيبش فريق. اي نعم كان ممكن يبقى في مباريات كده فيها سجال ما بين الاهلي تحديدا، انت عارف الاندية اللي فيها بتبقى شعبيتها كبيرة بالاندية العالمية بتيجي بتحاول تعمل معاها يعني مش مجرد مباراة تيجي وخلاص. فالاهلي قدره ان هو يعني قدر، مش قدر هو بس وقدر جماهيره، طبعا. جماهيره طبعا. يعني مش عايز اقول لك ان الناس زعلانه ان هم واخدين الميداليه البرونزيه، صحيح. الناس زعلانه، زعلان جدا فعلا. يعني انا على مواقع التواصل الاجتماعي ناس زعلانه، ناس كانت متوقعه ان الاهلي خلال هذه البطوله يوصل لسقف ما وصلوش قبل كده، هو سقف يا اما فضه يا اما ذهب، لكن ما حصلش. والمره دي الفرصه كانت وخلي بالك قريبه قوي، بعد وخلي كده بالك ده جاي امتى الكلام ده؟ جاي بعد نتائج وعروض ما كانتش على ما يرام ما قبل البطوله. فتخيل جمهور شايف فرقته مش في مستواها او فيها كده يعني فيها كبوه بسيطه في الاداء، لكن شوف الثقه توصل فين، توصل ان الفريق جمهوره واثق فيه لما يلعب بطوله بحجم كاس عالم الأندية، ان الاهلي ممكن يوصل لايه، لمنصات التتويج اللي هي يا اما ذهب يا اما فضه. يعني شوف فرقه مش بتادي بالمستوى قريبة المطلوب، ما هو كانت قريبه جدا لو في المومينزي ده الاهلي في حاجات حصلت فيها كان ممكن المباراه توصل. يعني انا مش عارف بصراحه الهدف او ضربه الجزاء اتحسبت، انا كلمت ناس كتير بصراحه اعرف، في ناس بتتكلم تقول اه وناس تقول لا، انها مش ضربه جزاء، الاكثريه بيقولوا انها مش ضربه جزاء. وفي نفس التوقيت خليني اقول لك برضو الاهلي لعب ماتش كويس، لكن الاهلي في هذه المباراه ما قدرش انه يوصل لهدفه الاساسي وهو انه يوصل للمرمى بشكل يعني بشكل فيه ايجابيه شويه. طب وليه ده ما حصلش يا استاذ عبد المنعم؟ معرفش، ممكن يكون ايه، اقول لك انت، خليني اقول لك على اولا في ماتش اتحاد جده، انا عمري ما شفت الاهلي بهذه الروعه، شفته قبل كده كتير بس هذه الروعه وهذا الجمال اللي اكبر جمهور مصر كلها بعد المباراه دي، انا ما شفتش اي حد تاني، اي جمهور تاني بيتكلم بشكل سيء ولا بيحاول يحفل بشكل سلبي على الاهلي. ليه؟ لانه الاهلي عمل في هذه المباراه اولا اداء رائع اكد فيها ان هو فعلا سيد القاره، اتنين عمل نتيجه مع فريق بحجم اتحاد جده الذي يضم بين صفوفه لاعبين عالميين، لاعبين حصلوا على البطوله قبل كده ولاعبين حصلوا على البالندور مش عارف ايه، يعني انت بتلاعب ايه؟ بتلاعب فريق مدجج بالنجوم طبعا. وفي نفس التوقيت وراه بقى ايه بقى يعني جمهوره وملعبه وكل كل حاجه معاه، فانت تكسبه غير بقى التحفيل اللي كان حاصل قبل كده. هو التحفيل خلي بالكم يعني، يعني عشان ما حدش يقول لك ايه تحفيل مش تحفيل، ده طبيعي في كره القدم عادي شغال ما فيش مشكله، ما هو حلاوه كره القدم. للامانه زي ما الجمهور المصري دمه خفيف، الجمهور السعودي طبعا كان دمه خفيف، وكان في 1 2 جميل ما بينهم، واللي انتصر في ال 1 2 هو الاهلي طبعا وجمهور الاهلي، وده اللي خلى للمباراه طعم مختلف، خلى سقف الطموحات وهو ما كانش يعني هو الاهلي دايما يعني زي ما قلت لك في البدايه حته سقف الطموحات ده مع كل بطوله ياخدها الاهلي في سقف طموحات. يعني خلي بالك البطوله اللي جايه 32 فريق، اوعى حد يقول لي ان الاهلي هيدخل هذه البطوله من اجل ان هو مشاركه المشرفه، لا هو لازم يحط في دماغه ان هو يدخل للمنافسه بغض النظر بقى اوروبا وامريكا ومش هيبقى واضح يبقى صعب. بس اقول لك على حاجه، يعني مش مجرد بقى مثلا بنتكلم في ريال مدريد او برشلونه او مانشستر طيب. سيتي، ده احنا هنتكلم طيب. في تقايل العالم مجمعين. حلو، انت اسمك ايه؟ النادي الاهلي. ثالث العالم. على شخصي لا انا بتكلم عن النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي تحديدا لما يدخل بطوله هيدخل مشاركه مشرفه ولا هيحاول، شوف انا بقول لك بيحاول ويسعى نعمل نتائج جيدة، وده أكيد. قدر النادي الأهلي. الأهلي وجهة نظري لو هيدخل مشاركة مشرفة، احنا تعبانين من حكاية المشاركة المشرفة على مستوى الأندية المصرية والكرة المصرية ما بتعملش حاجة. ليه ما يكونش طموح النادي الأهلي ان هو يوصل لمناطق ابعد مما هو متوقع؟ ايه الأزمة في كده؟ ما هو انت ما في ناس ممكن تقول لك ما هو اذا كان والبطولة اسهل ده ما حصلش، ما بالك لما البطولة صعوبتها هتتضاعف أضعاف مضاعفة. كل بطولة ولها ظروفها، كل بطولة ولها معطياتها. أنت ظروفك المرة دي مثلا كان ممكن توصل للنهائي بس ما وصلتش لأسباب مثلا متعلقة بيك، متعلقة باللعيبة ما كانوش في مستوى، يعني أنت لو الأهلي كان في مستواه
زي ما كان في اتحاد جده امام فلومينينزي المباراه كانت اتغيرت تماما. طب برضه في رايك ليه ما كانش في مستواه وهو لسه طالع من نصر عظيم واداء عوامل عوامل كتيره منها اولا انت بتلعب مباراه كل يومين طبعا ده مش حجه كبيره بس في نفس وده جزء ظالم قوي في البطوله بشكلها القديم طبعا بالأمان. لانك انت بتلعب ايه بتلعب مباراه مع اتحاد جده وبعد كده بتلعب مباراه مع فريق كبير مره ثانيه وبعد يومين ومفيش استشفاء بشكل مناسب ما فيش مثلا الامور الفنيه من الجهاز الفني بشكل يعني بشكل تام التدريبات ما كانتش مثلا بشكل كامل فكل ده بيأثر عليك طبعا وكمان في حاجه ثانيه بطبيعه اللاعب المصري الاغراق في الفرحه الاغراق في ايه في يعني مش عايز في مبالغه فيها يعني انت انا كنت شايف ان جمهور طبيعه اللعيبه ولا طبيعه الجمهور لا والله الاثنين الاثنين بينعكسوا على بعض لان المفروض ان اللعيبه منعزلين عن لا بس المعترك الانترنت هو دلوقتي حد بينعزل عن حد ده الواحد بيبقى قاعد في بيته والناس عارفه بتعمل ايه والناس عارف انت عارف في الصاله ولا المهم فده طبيعي يعني بيوصل مش مشكله كده كده بيوصل كل حاجه بتوصل فده الاغراق في الفرحه والمبالغه فيها ممكن والمستوى اللي ظهرت بيه خلت كل الناس عندها طموح ان الاهلي هيكسب الفريق اللي جاي بغض النظر عن الفريق اللي جاي ده فريق منظم فريق عشوائي فريق كويس فريق وحش انت هتوصل هتوصل لكن اللي حصل في المباراه نفسها ان الاهلي هو ادى الفرصه للفريق البرازيلي انه يكسبه لان هو في النهايه ما قدرش يستغل فرص كتيره جدا طبعا للنادي الاهلي طبعا. وطبعا انا فكرت في حاجه كده يعني سبحان الله هي من الاقدار ان واحد زي رضا سليم راجل بتاع مساحات لو كان بيلعب في هذه المباراه كان فارق كتير جدا مع النادي الاهلي يعني طبعا. ده يعني كان سبحان الله هي اقدار أكيد. وخلي بالك الاهلي قدر ان هو يستثمر كل الفرص المباراه الاوليه في المباراه الثانيه ما قدرش رجعت ريما لعادتها القديمه في المباراه في الماتش الثاني لكن الماتش الثالث الامور اختلفت تماما والاهلي قدر انه يسجل 4 اهداف ويدخل مرمى هدفين ده ياكد لك ايه بقى ياكد لك ايه ياكد لك ان الاهلي في اول مباراه دخل ان هو عايز يكسر الكلام اللي بيتقال عنه ان هو مش في مستواه وانه دخل هذه البطوله من اجل ان هو اهو مشاركه وخلاص وحتى الجمهور انا ازعم ان الجمهور اي نعم الاهلي يعني دايما بيفكر في البطوله بس الجمهور ما كانش مطمن لما شاف المستوى في هذه المباراه اطمئن اكبر اطمئنان وقال هناخد البطوله مش مجرد اطمئنان مش هناخد البطوله سقف الطموح ذات نفسه اللي هيوصل مش مشكله نقابل مانشستر سيتي وممكن نكسبه ومش عارف في ظل عدم وجود هالاند كان هيبقى بالظبط لكن جه الاهلي اصطدم في الماتش الثاني زي ما قلت لك بالاخطاء اللي حصلت فيها لكن لا خلي بالك كمان المباراه نفسها المباراه اللي هي المباراه اللي حصلت قدام اوراوا الياباني اكدت لك ان الاهلي استوعب درس مباراه فلومينينسي الاهلي تعادل بعد ما كان متقدم بهدفين لكن جه الرد السريع بعدها بقى بدقائق على طول الهدف الثالث لانه لو استسلم للمعطيات المباراه كان ممكن تهرب منه زي ماتش بتاع فلومينينسي بالظبط وده ياكد لك ان لعيبه الاهلي استوعبت الدرس تماما لو كان الاهلي قدر انه يخلص مباراه فلومينينسي البرازيلي بالشكل اللي قدر يعمله في ورا الياباني كانت الاهلي وصل المباراه النهائيه بشكل رائع وكان اقول لك على حاجه انا والله شفت يعني الفريق البرازيلي قدام مانشستر سيتي ما شفتلوش كرامات بصراحه يعني كنت شايف مباراه عاديه جدا لكن لو الاهلي كان في المباراه النهائيه دي قدام مانشستر سيتي لا كنت شفت حاجه مختلفه خالص صحيح طبعا. كان الاهلي عمل مباراه يعني خلي بالك انت لما لا وهيلعب بقى وهو عارف وحاسس بيلعب في الفاينل ده وضع لا ده كمان في حاجه ثانيه طبعا مدربهم جوارديولا المدرب العظيم الرائع اللي هو يعني صانع ثوره كره القدم الحديثه في العالم لما يقول لك ان الاهلي كبير الاهلي رائع الاهلي كويس فاكيد هيعمل حساب النادي الاهلي طبعا. والاهلي لما يعرف ان المدير الفني العظيم ده شايفه كده اكيد هيحاول ويسعى انه يقدم افضل مردود ليه في هذه المباراه لا وده كان هيكون ماتش للتاريخ بقى كده كده يعني انت بقى فاللي حصل حصل يعني الاهلي لعب على البرونزيه لان دي البرونزيه الاخيره في البطوله نفسها يعني خلاص مفيش برونزيه تاني انت بعد كده حتى في البطوله 32 هيلعب اول وتاني ومفيش برونزيه فانت بتصنع تاريخ جديد بالنسبه لك اللي يقول لك التاريخ ما الاهلي اتغلب طب ما الاهلي اتغلب اكتر فريق اتغلب طبعا من كثره المشاركات يعني اللي بيتكلم في جزئيه ناسي جزئيه تاني طب ما هو دي كثره مشاركات هو اكثر فريق فاز بعد ريال مدريد ما انت لما تبص تقرا الارقام انا على فكره احنا عملنا ده في حلقه النهارده قعدت في النت انا مع اقرا الارقام انت ما فيش لاعب في النادي الاهلي الا وعمل رقم ما فيش لاعب يعني حتى الجمهور عمل رقم يعني الجمهور نفسه في المدرجات عمل ارقام في مباراه الاتحاد جده على ما اعتقد او فلومينينزي
مش فاكر والله، في الجمهور خد 56 احصائيه مات عليها 56 الف في المدرجات، وده رقم ما حصلش في تاريخ البطوله نفسها، ده يعني رقم كبير. جمهور النادي الاهلي ده عايز له حلقه لوحده نقعد نتكلم عنه، حلقه واحده بس بسيط. لا ده انت كده تظلمه، ده محتاج يعني لو اختصرنا محتاج كمان حلقات كتيره جدا، لان النادي الاهلي الجمهور بتاعه ده بصراحه يعني انا بقول ودايما بتكلم ان جمهور الاهلي بغض النظر عن الاغاني اللي بتتقال، واغاني كلها عظيمه ورائعه وبتكلم فعلا بلسان جمهور النادي فعلا، لكن النادي اللي معاه جمهور وزعلان منه انه وصل للبرونزيه وخد البرونزيه وزعلان انه ما خدش الفضيه، لا ده جمهور ده محتاج كتب بصراحه، محتاج كتب بامانه شديده. الثلاثه اللي فاتوا كانوا واخدين لقطات من فيلم طبعا، بقول لك النادي الاهلي هو بيصالح جمهوره فبيحط الميداليه هو مكسوف كده وزعلان بجد طبعا. لا جمهور فظيع، وبعدين خلي بالك جزء كبير من الناس بعد الماتش الاخراني سابوا بقى الميداليه البرونزيه، وقفوا عند ايه؟ نظرات حكمت لقاء الاهلي وفكره ان الشناوي بيضيع وقت راح يتقلب له، مش كده يا شنو؟ هتحصرني بقى رامي ربيعه للانذار. الناس بص في كوميديا صارخه حاصله على الانترنت. لا مش بص الحكمه دي يعني هتحصرنا واحنا قاعدين ليه يا استاذ كريم بس؟ وطبعا ناهيك بقى ان عملوا مقارنات بينها وبين حكامنا. لا انا هخشلك من زاويه ثانيه، حكمه بالشخصيه دي وبالقياديه دي وتعدي مباراه كبيره زي كده، مباراه عالميه الناس كلها بتتفرج بشكل بهذا الشكل، تأكد لك حاجة مهمة جدا، ان الحكام عبارة الحكام هم شخصية قبل ما يكونوا عندهم الامور الفنية. بمعنى ايه اللي ظهر من الحكمة دي في المباراة نفسها وقادت المباراة للبرلمان؟ انها عندها شخصية، عندها كاريزما، عندها قدرة رغم انها ست طبعا محترم الكامل. طبعا قدرت انها تمر بالمباراة، مفيش غلطة في المباراة، مفيش خطأ، حتى بالتردد في مفيش أي تردد. ده معناه ايه؟ معناه ان الحكم نفسه شخصية، الحكم نفسه يبقى عنده ثقه في نفسه وعنده ثبات وعنده قدره انه يقود مباراه، اي مباراه. احنا عندنا هنا في حكام مع الاحترام الكامل ليهم عندهم الفنيات عاليه جدا، لكن محتاج بقى حته الشخصيه، وافرض شخصيتي وافرض اسلوبي. الحكم الشخصيه هو الحكم اللي دايما بيفرض هيبته ويفرض قراراته على اللعيبه في المباراه بتعدي لبره الامان. انت قبل كده شفت حكم ما في ماتش ما اللاعب ما زغر له، غير كان بصدد اصدار والله العظيم زغر له فكان ايده رايحه على الجيب عشان يطلع كارت، الموضوع وكانه مفيش حاجه عارف. لا مباراه يعني كده في الدنيا طبعا، يعني ده درس. احنا دايما بنتفرج، مشكلتنا في مصر احنا بنتفرج عشان نتفرج بس، ماتش يعدي شكرا نقلب مع السلامه. اللعيبه كلها بتتفرج على ماتشات كاس عالم الانديه، دي درس للاهلي، درس للزمالك، درس للاسماعيلي، درس للمدربين، درس للجمهور، درس دروس في كل حاجه. صحيح، احنا ما رحناش بعيد، ده بيننا وبين السعوديه ساعتين، لكن في دروس مستفاده حصلت. اهم حاجه ان يكون عندك الطموح، طموح انك انت توصل لمنصات التتويج. يعني تخيل حضرتك الاهلي لو فكر ان مشاركه شرفيه، يعني ايه مشاركه شرفيه؟ انا اشارك وخلاص واخد فلوس وامشي؟ لا مش هتاخد فلوس، اولا مشاركتك مش هتاخد فلوس، هتاخد 500000 دولار زي اللي خدها ومشي في اول مباراه وخسر اوكلاند سيتي ومع السلامه شكرا، لكن انت عندك طموح انك توصل لمنصات التتويج. منصات التتويج يعني تاريخ، يعني فلوس طبعا، يعني شهرة، يعني تسويق، يعني رعاية. بيقول لك الأهلي إيه؟ هو الأهلي اللي بياخد أكتر نسبة رعاية، عشان بيتكلم عنه جوارديولا بيقول لك فريق عالمي. ده أبسط رد. عشان فلومينينزي يقول لك ده مارسيلو بعد ما اتكلم في الأول بكلام لعب قدامه وشاف الفرق. هو مارسيلو عمل إيه في المباراة التمثيلية بتاعت المايه بتاعت التمثيليه بتاعت الوقوع وخد ضربه جزاء اللي هي فيها كلام، يعني فيها كلام كتير بالظبط. ما هو دي تمثيليه مارسيلو، خبره بقى، قدر ان هو يضحك على بيرسي تاو وياخد ضربه جزاء، وده ياكد طبعا خبره مطلوبه في المباريات. اكيد. انا بس عايز استاذنك نقف في كلامنا عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. اتفضل. كل حضراتكم من جديد، تعالوا بقى نكمل دردشتنا الحلوه دي مع الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي، وعايز اقف عند أكتر مباراة بجد استمتعت بمتابعتها في النسخة الأخيرة من المونديال، بغض النظر إذا كان الأهلي طرف فيها ولا لأ، كان أنهي ماتش؟ حاسسك هتقول الأهلي واتحاد جدة. حاسسني؟ يعني للأمانة ناس كتير هتجاوب بالإجابة. إحساسك صحيح. ماتش كان فعلاً عالمي حقيقي. أنا ما شفتش الأهلي بالحلاوة دي زي ما شفته المرة دي، وفكرني مباراة الأهلي كانت مع الترجي، اللي كانت في الترجي وكسب الأهلي دوري أبطال الفرقة من هناك، كانت على 2012 بتاع الهدف بتاع وليد سليمان. دول مباراتين عمري ما انساهم. الله يمسيه بالخير. المباراة دي اللي احنا اتفرجنا عليها اللي هي اتحاد جدة، اتفرجنا عليها بقلب خايف.
خايفين. الاهلي مش في مستواه، واتحاد جده والتحفيل واللي اتقال الكلام تقريبا لو انا مش غلطان البطوله حضرتك بتتكلم عليها دي الصوره بتاعت التتويج بتاعها. لا ده لا التتويج ده التتويج الاخير. ده الأخير. اوكي شوف يعني يعني نعلق على الصوره بصراحه يعني شموخ، حاجه جامده جدا، حاجه جميله جدا. هيقول لك ايه؟ يقول لك البطوله اصلا بطوله شرفيه. اه فعلا بطوله شرفيه، الفيفا حاطط رصيد لها 17 مليون، تخيل مليون دولار بطوله شرفيه. طيب البطوله دي اصلا يعني احتفى بها مانشستر سيتي اللي ساب الدنيا كلها وجاي يلعب في البطوله الشرفيه وخد المبلغ 5 مليون دولار واحتفى بيها وحطها ضمن الخماسيه وكل الناس الصحافه الانجليزيه اتكلمت عنها عشان بطوله شرفيه، بطوله ما تستحقش. الاهلي بسم الله ما شاء الله واخد 2 مليون دولار عشان بطوله شرفيه. ايوه الاهلي برضو يعني قابل فتح العالم كله بطوله شرفيه. طب يا سيدي يا رب كل البطولات تبقى شرفيه والاهلي يكسب فيها ميداليه عالميه بينظمها الفيفا ويكسب فيها فلوس عشان خاطر ايه يزود مداخيله. يا رب كل شهر يبقى فيه بطوله شرفيه الاهلي شارك فيها. واحنا ليه عندنا الافه دي ومن قديم الازل؟ يعني فكره ان يبقى عندك نادي بيمثل مصر في بطولة دولية ما، مش الطبيعي ان اهل مصر بكافة انتماءاتهم حصل يشجعوا ده الفريق ده؟ حصل ده في المباراة الأولانية بس في اتحاد جدة. اتحاد جدة وسبحان الله قلت بقى لا خلاص البطولة دي هتبقى ايه فارقة في مشوار ايه الجماهير مع بعضها. انا اول مرة اشوف جمهور الاسماعيلي بيشجع الاهلي مباراة، جمهور الزمالك، كل الجمهور كانت واقفة مع الاهلي. قلت بقى الامور هتستمر، الاهلي هو الاهلي اللي بيلعب اكيد ما اتغيرش يعني ما بقاش نفس البطوله نفس البطوله نفس اللعيبه ونفس المدير الفني. ايه اللي حصل؟ المساله تحولت تماما. لقيت فرحه كبيره جدا ان الاهلي خسر من قدام فلومينينزي ونفس الحكايه والاهلي مش عارف ايه والبطوله الشرفيه زي ما قلت لك والاهلي مش عارف بطوله شرفيه ايه يا جماعه؟ هو الفيفا بينظم بطولات شرفيه؟ ما اعرفش بصراحه يعني زي ما قلت لك وبيدفع 17 انا حسبت ده غير بقى التنظيم ده تخش لها بمبلغ كبير جدا 20 مليون دولار على الاقل في بطوله شرفيه. طبعا. كلام بيتقال مع الاسف الشديد انت لما تيجي تتكلم عن حد وصل لهذه المكانه فبالتاكيد بتحاول تطلع اي حاجه وبتبقى ساذجه ومع الاسف الشديد يعني انت عن جواك جواك بتبقى بتقول الكلام ده وعارف انه مش حقيقي بالمره. مع الاسف الشديد ما هو ثقافه اللي يعني اللي ما بتعرفش تحصره فتكسره بالظبط دي لازم تتغير بقى احنا عندنا. لا بص هي متعه متعه هي بصراحه متعه والسوشيال ميديا ممتع وكل حاجه والتحفيل شغال وزي الفل وتمام التمام بس اهم حاجه بقى في حاجه ان الاهلي يبقى ماضي قدما في طريقه ويشق بقى طريقه لوحده بقى ايه ملوش علاقه بحد ولا ليه دعوه. اهم حاجه اللعيبه تبعد واهم حاجه الاداره طبعا بعيد عن السوشيال ميديا وفي نفس التوقيت لاني خلي بالك الاهلي هو صاب بطوله وبعد يومين في بطوله تانية بيفكر فيها فبالتاكيد زياده برضه مداخيل زياده بطولات بالنسبه له فده هو قدر النادي الاهلي ان هو بيلعب على البطولات دايما. وخلي بال حضرتك الناس التانيه او الفرق التانيه لو تفكر في نفسها شويه تفكر انها توصل وتقارع النادي الاهلي وتعمل لده وتنفذ ده وتخطط لده مش هيتكلموا لا هم يفعلوا بس مع الاسف الشديد مجهود الكلام في الفعل في الفعل لكن ده ما بيحصلش مع الاسف الشديد. ده حتى اللي بيتكلم كلمه حق على النادي الاهلي يقول لك انت بتجامل النادي الاهلي. طب هو اي حد لو جبت اي حد جيب واحد اجنبي مثلا ما يعرفش في الكوره خالص وقول له هذا الفريق في فريق مصري عمل واخد 43 دوري 43 دوري ما بعرفش عدهم بصراحه و11 بطوله مش عارف الاجنبي إيه. ده كان متمثل في جوارديولا بجلاله قدره وهو قال هو فعلا قال هو بيجامل الاهلي مش هيجامل النادي الاهلي ومش ده شافه كمان اتفرج عليه أيوه. وشاف النادي الاهلي بيلعب عامل ازاي الاهلي مختلف تماما. احنا عندنا حتى بص حتى جمهور الاهلي نفسه بيغالف تشجيعه يعني كولر قبل البطوله يمشي بيقولوا كده. طب يمشي ليه يا جدعان ده جاب لكم خمس بطولات قبل البطوله يعني خمس بطولات موسم واحد طبعا. وراجل يعني اهوت الدنيا تمام الاهلي معاه مختلف الاهلي شكل تاني وستايل تاني خالص. اي نعم في مباريات لم يؤدي فيها بالشكل المطلوب لظروف ما لمشاركات متعدده طبعا. لظروف اجهاد لظروف كتير جدا لكن لما بيجي عند الجد أديك شفت في اتحاد جدة ماتش مختلف وفي ماتش فلومينينسي كان ماتش كويس جدا برضه بس ما وصلش لاتحاد جدة والماتش الثالث كان ماتش رائع. فهذا الرجل أنا بصراحة أنا شايفه كنز أنا على المستوى الشخصي شايفه كنز. اللي يقول المدير الفني مش جيد يبقى أنت طب أنت إيه جيد إيه مقاييس الجودة عندك أنت إيه؟ أنت رؤيتك ليه وكونك شايفه ككنز فده نتيجة تراكم رؤى ليه ومتابعة ليه لكن في ناس بتحكم على اللي قدامها بالقطعة بالمباراة وده بص المنطقه العربيه كلها بتحكم على المديرين الفنيين بمباراه واحده. شفت كلوب بقاله كام سنه
ده كلوب ده فيه لعيبه يمكن في الناشئين مثلا هتلاقيها هو مطلعها وهو كان صغيرين. ليه بيدوا هناك نفسهم فرصه؟ لان المدير الفني مش هتظهر كراماته بالشكل المناسب الا لما يكون في استمراريه، في واقع بيفرضوا عليه انه يبقى مستمر ويبقى شايف ده وشايف ده وشايف ده وشايف ده، وده اللي عامله كوره في النادي الاهلي. انا شايف كولر البطوله دي اكدت ان كلام الناس عنه مش مظبوط، وان الكبوات ده ما عادي بتحصل كبوات. ما هو مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي مش في مستواه، ومركز رابع او مركز خامس على ما اعتقد. هل معنى ذلك ان الاداره بتاعته تقول شكرا مع السلامه احنا طب واللي عمله قبل كده ملوش علاقه؟ هو اللي عمل بطولات قبل كده دي مين؟ مش هو كولر؟ الخمس البطولات اللي جابها هو كولر لحد تاني؟ هو كولر نفسه. يعني شيء طبيعي ان انا ممكن امرض، ممكن اعيا، ممكن اتعب، ممكن ما هو بني ادم ما بيمشيش في سيمتريه واحده، الكون مش ثابت، في كل حاجه متغيره فيه. فبالتالي احنا بنحكم على المديرين الفنيين، نحكم على لعيبتنا. طب هو حسين الشحات، حسين الشحات مثلا من سنتين الاهلي لازم يستغنى عنه، مش كلام كان بيتقال؟ حسين الشحات جاب لك احد اسباب ان الاهلي يجيب بطوله افريقيا كان حسين الشحات. وحسين الشحات الحقيقه بيتحول دايما في كاس العالم للانديه، بس الماتش الاخير ما كانش في المستوى هو وكهرباء. لكن خليني اقول لك بيرستاو اول ما جه اصابات ومع السلامه وشكرا وجاي مجامله من 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 موسيماني. بيرستاو انت شفت النسخه المختلفه تماما، وخد احسن لاعب في افريقيا وداخل افريقيا، لانه بيرستاو اكد لك انه فعلا الاحكام المسبقه والاحكام اللي هي بتبقى مبنيه على فروض ذهنيه في دماغك لا مش مظبوطه. مين ما كانش موفق في النسخه الاخيره دي من لعيبه النادي الاهلي؟ مودست. مش هقول لك مقصر. لا 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 طبعا، ده بطبيعه الحال، ده في كميه عكوسات مش طبيعيه. ايه العكوسات دي؟ والله بص، لو قلت لك ان هو يعني لو صبر عليه شويه، بس اتصبر عليه ايه؟ بس هقول لك على حاجه، تخيل ان مودست ده هو النجم الوحيد، النجم العالمي، العالمي هو كل لعيبه الاهلي كويسين، بس النجم العالمي الناس كلها عارفاه في العالم كله مين؟ مودست. وسبحان الله هو الوحيد اللي ما كانش ليه مساهمه فاعله في البطوله. بس في حاجه حلوه بتتقال عن مودست والله، يقول لك اللي بيعدي دلوقتي من جنب النادي الاهلي بياخد ميداليه، وده اللي حصل مع مودست. مودست يا دوب شارك. وده معناه ايه؟ معناه ان الاهلي منظومه حلوه، منظومه كويسه جدا، منظومه رائعه، شئنا ام ابينا اي حد بيدخل فيها بيندرج تحت لواء البطولات طبعا. بس هي مش جايه مع مودست، ممكن تيجي وممكن لا، بس هو السن بتاعه هي المشكله بالنسبه له. لكن في النهايه خلينا نقول ان التجربه لو استمرت نهايتها ممكن تحمل بذور نجاح او تحمل بوادر نجاح، يعني ممكن ينجح، لكن البوادر انا اسف بوادر ما كانتش على المستوى المطلوب. لعيبه الاهلي كلهم، سؤالك لعيبه الاهلي كلهم ما فيش حد فيهم ما عجبنيش، حتى الاحتياطيين، حتى حمزه علاء، شوف انا بقول حتى مصطفى شوبير. ليه بقى؟ بتشوف اللعيب بيجيب جون بيحصل ايه؟ طبعا. كل اللعيبه بتجري عليه طبعا. حمزه علاء بيحتفل بالبرونزيه وكانه شارك فيها. مصطفى شوبير نفس الحكايه، مفيش لاعب جوه القائمه اللي راحت الا وكان له دور. دور ايه؟ دور مسانده، دور مؤازره. ومن هنا ياتي ايه؟ ياتي الـ 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 اللي حاصل في النادي الاهلي ده من الصعب تلاقيه في حته تانية. يعني لما يكون رئيس نادي بحجم الخطيب، يعني لما يشوف بقى الناس واقفه هتسلم الميداليات، انفانتينو واقف، مش عارف مين واقف، ناس من حقه بقى، ده الخطيب. بس الخطيب شبعان شهره، مش هتفرق معاه بقى. مش المره الاولى ده دايما بيحصل. ما قدم مين؟ ما هو قدم حسام غالي في نهائي دوري الابطال. ده اكد لك ايه؟ اكد لك ان في منظومه ماشيه، منظومه ليها رئيس واعضاء مجلس اداره ولاعبين وكاس فني، في كل واحد عارف دوره كويس. لا، وفي اطار عام من الرقي. احنا بص، احنا لسنا في معرض ان احنا نجامل، لا، ده حقيقي، ده مش مجامله، ده اقرار واقع. بس ده اللي حصل. اي حد محايد هيشوف، يعني اي حد يشوف ان رئيس نادي كان بامكانه ينزل مثلا ويسلم الجواز مع 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 الناس الموجوده، لكن هو لا، البروتوكول بيقول ان هو رئيس البعثه هو اللي يسلم، انا مرافق، انا موجود معاكم مساند ومؤازر. ده بقى يؤكد قيمه ان في ناس، ان الناس اللي في الاهلي بيعملوا لمصلحه النادي، ومش حكايه، مش حكايه بطولات بس، حكايه انك انت بتدي صوره للعالم كله ان النادي ده بيعمل بمنظومه رائعه، وده اللي بيخلي البطولات تحصل في النادي الاهلي. انا نفسي المنافسين ونفسي النادي الاهلي يبني على هذا الاساس. اوعى تقول لي ان الاهلي لما هيلعب في 32 هيلعب بقى للمشاركه المشرفه، ولا يقول لك هيخرج من الدور الاولاني. عمر ما كان عنده التوجه ده. نعم، عمر ما كان النادي الاهلي عنده التوجه ده طبعا.
لا هو هو انت بيشارك في بطولة عشان يحصل على لقبها. ده كاس عالم، بس كاس عالم بقى بحجمه الطبيعي أيوة. 32 طبعا طبعا، مجموعات وكل اربع سنين مجموعات كمان، وكل اربع سنين هو مظبوط. لسه على الاقل يعني ما اعرفش لسه ما قرروش اثنين ولا اربعه يعني، على أيوة. ما قريت يعني ممكن يبقى اربعه بس ممكن يبقى اثنين، لسه ما تمش اتخاذ قرار في هذا الموضوع. لكن زي ما قلت لك كده في الفاصل ان المغرب ادى طبعا طموح للانديه، حضرتك قلت لي ان المغرب اثبتت ان مفيش حاجه صعبه ومفيش حاجه مستحيله خالص، طبعا بشرط وده حقيقه الحقيقه، بشرط طبعا. تمتلك الاداره الواعيه، تمتلك الجهاز الفني القادر والواثق في نفسه، تمتلك لاعبين على قدر هذا الحدث. ايه الفارق ما بين مانشستر يونايتد واي نادي تاني؟ مانشستر سيتي اسف، سيتي واي نادي تاني؟ ايه الفارق؟ مش دول لعيبه ودول لعيبه، ودول مجلس اداره ودول مجلس اداره، ودول اي نعم عندهم فلوس كتيره وعندهم كل حاجه، لكن عندهم منظومه متكامله، عندهم عناصر بتنجح، عندهم محاوله دايما للبناء وليس الهدم، عندهم محاولات دائما من اجل يعني اقرار نظام، وعندهم منظومه متكامله. فبالتالي احنا لو توفرت في مصر المنظومه المتكامله كتحكيم، منظومه متكامله لاعبين دايما بيزودوا قدراتهم الفنيه والبدنيه، مش لعيب مهمل، فكل ده هيدوب الفوارق. لكن احنا مش عايزين نوصل لده شئنا ام ابينا، لازم طالما هنوصل للمنصات العالميه لازم يكون عندنا التوجه ده، لازم يكون عندنا الرغبه في ان احنا نكون من الفاعلين في كره القدم، مش مجرد مشاركه. طب. ده في ايدينا، مش في ايدينا، في ايدينا. وانا ازعم ان مشاركه النادي الاهلي اللي جايه في البطوله اللي هي 32 هتخلي شكلنا شكل كويس، هتخلينا يعني لينا دور كويس في هذه البطوله. اهم حاجه زي ما قلت لك ان الاهلي ما يحطش في دماغه ان هو ده 32 وش، وما اظنش الاهلي يفكر في كده. انت بتشارك من اجل انك هي تعمل الجماهير حاجه هي اللي لنفسك. قلقانه من كده. نعم؟ بتبقى الجماهير بس هي اللي قلقانه من كده. ما ده قلق يعني فكره صحي، قلق ما هو ده صحي. اللي مزعل ناس كتير، فكره ان كانت قريبه قوي المره دي، لان بعد كده هتبقى الامور نسبيا صعبه يعني بالمقارنه بالنسخ اللي فاتت. ده كده كده هيحصل بغض النظر عن الدافع اللي اللعيبه هيبقوا رايحين بيه، كده كده عينهم اكيد على اللقب. انا سمعت احد لاعبي النادي الاهلي وكلهم اكتر من لاعب قال لك هو بيتكلموه عن البطوله دي هتختلف عن البطولات اللي جايه. قال لك احنا بنشارك في البطولات كلها بهدف واحد، ان احنا نكون موجودين ولينا اسمنا ولينا سمعتنا اللي بنحاول ندافع عن اسم طبعًا. عنها طبعًا. فبالتالي لما يكون عندك لعيبه بتتكلم بالشكل ده من دلوقتي في بطوله هتتقام بعد حوالي سنتين او سنه وشويه، ده ياكد لك ان لعيبه الاهلي عندهم الدافعيه والرغبه في ان هم يثبتوا ذاتهم حتى لو في اي بطوله. هو منتخب مصر مثلا لما بيلعب في كاس عالم المفروض يكون طموحك ايه بعد اللي عملته المغرب ده؟ ايه المفروض؟ ان انا ابقى يعني ده لا اقل عن المركز الرابع بل ازيد. ليه؟ لان صحيح. انت بتصنع تاريخ، انت بتصنع تاريخ لنفسك، فبالتالي انت لازم تكون على قدر هذا التاريخ، لازم تكون منظم، لازم تكون عندك القدره وعندك الرغبه وعندك الامكانيات. لو الحاجات دي متوفره مع اداره كويسه جدا ثق تماما انك هتوصل للمكان اللي انت عايزه، حتى لو صعب اوصل مره لدور الثمانيه، اوصل مره لاماكن اعلى، لكن في النهايه ما تخليش سقف طموحاتك انك تشارك وتاخد فلوس وتخرج مع السلامه. لا، ده بالعكس، انا اداره منظمه، عندي لعيبه كويسين، عندي مدير فني كويس، فبالتالي ادواتي كويسه جدا، طموحاتي عاليه، فبالتالي انا طالما عندي حاجات دي متوفره ليه ما افكرش في ابعد من كده؟ حتى دايما كان بيتقال لنا زمان لو فكرت في التعادل هتخسر. أيوة. لو فكر في الفوز، مش اي فوز كمان، لا فكر في فوز بثلاثه وباربعه، عشان لو جبت ثلاثه بقى كويس، لو جبت اثنين يبقى كويس، ما تكسبش بمجرد هدف. فانت لازم ترفع سقف طموحاتك، حتى في حياتنا لازم ترفع سقف طموحاتك، عشان لو تحقق الاقل يبقى تحقق اقل من طموحاتك هيبقى قريب. ما ينفعش تقول لك لا انا هدفي في الحياه اهو ابقى عايش وخلاص. لا، ما تبقاش عايش وخلاص، لا، انت طالما في الحياه عايش فليك لازم تكون لك رساله وهدف. وطالما الاهلي بيلعب بطوله عالم الانديه بالشكل ده لازم يكون له هدف، لازم يتحط له هدف من دلوقتي، يتعمل له الهدف ده من اجل ان تكون مشاركه فاعله ويكون له دور كبير جدا. وخلي بالك من حاجه مهمه جدا، المشكله كلها بقى اسم الاهلي مقرون بنتائجه في هذه المباراه. ينفع الاهلي يشارك في بطوله بالحجم ده وهيكون ممثل للقاره الافريقيه مع ممثلين تانيين او ممثل لمصر حتى، وبطل افريقيا 11 بطوله والاسم الاشهر في افريقيا، تكون مشاركته وحشه؟
هل جمهور الاهلي يرضاها للاهلي؟ هل لعيبه الاهلي يرضوا؟ هل الجهاز الفني يرضى؟ لا ما يرضاش، لازم تكون المشاركه اساسيه وفعلا ان شاء الله. احنا في الفتره الاخيره بقى يتقال علينا مش مجرد ابطال افريقيا، بيني وبينك ابطال افريقيا واسيا كمان بعد اللي شفناه. لا ده احنا خلاص الاهلي بقى خلاص ريال مدريد افريقيا زي ما قالها زي ما قالها رجال فلومينينسي وزي ما قالها جوارديولا. انا بشكرك على وجودك معانا النهارده جزيل الشكر، نورتنا وان شاء الله نشوفك على خير قريب باذن الله. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. بكره باذن الرحمن يوم جديد وبدايه حلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم، اتفضل.